بأولى محطاتنا الصباحية رشا رح نحكي عن موضوع جدا مهم وحساس، صعوبات التعلم يلي بتواجه بعض الأطفال ويلي الأهل ما ممكن يتفهموا هي القصة بشكل واضح عند أطفالهم ويأثر بشكل سلبي على مستواهم التعليمي. طبعا صعوبات التعلم مو بس بالتعليم بالمدرسة، إنما ممكن تكون بمهارات تانية مثل القراءة، الكتابة، الفهم، الإدراك والتذكر، ومهارات عالية كمان مثل تنمية الذاكرة. كل هي الأمور يعني بتأثر على الطفل وبتأثر على طريقة تعليمه. بيبقى يا رشا دور الأهل، دور المدرسة والكادر التعليمي لحتى يعرفوا هي المشكلة ويلاقوا لها حل. أكيد هايدي، ودور الأخصائيين بهذا المجال. بنشوف أطفال كثير عندهم صعوبات تعلم، هذا الشيء أيضا بيأثر على تواصلهم كان مع المجتمع كان مع أقرانه، دائما بيشعر هو أنه حدا ما بدنا نقول أقل بالمستوى الفهمي، ولكن دائما بيضل عنده وضع خاص، فدائما مطلوب من الأهل، مطلوب من المدرسة، مطلوب من أيضا الأخصائيين تفهيم الأقران حالة هذا الطالب. موضوع التنمر كتير صعب بهيك حالة، بيأثر عليه بشكل نفسي أكثر ما يأثر عليه بشكل أكاديمي بالتعليم. لنحكي أكثر اليوم شو دور الدورات التدريبية وشو دور الأخصائي بالتشاركية مع الأهل والمدرسة. ضيفتنا لليوم هي أخصائية الصعوبات التعلم ميسم الحصري. يسعد صباحك ميسم. يسعد صباحك. كيفك؟ صباح الخير. يسعد صباحك. سألنا عليك. يسعد صباحك. وأنا اشتقت لكم كتير. بالبداية ميسم، يعني عم نحكي عن موضوع جدا مهم، بهم الأهالي، بهم المدرسة، يعني يوم على مين بنحط عاتق المشكلة؟ وين السبب بالموضوع؟ هلا نحن على طول بنقول انه هي الدورات، او لما بنعمل دورات تدريبية او بنعمل ورشات عمل، بقول انه هي الدورات تحديدا اللي هي بتخص صعوبات التعلم او التوحد او النطق والتخاطب، هي مو لفئة معينة، لانه هي بتخص الكل، بتخص كل ام. ممكن ابنه يكون عنده مشكلة ويمكن ابنه ما يكون عنده مشكلة. صحيح. بتخص الأقران، من أقران الأهل مثلاً، الأصدقاء، بتخص أيضاً الشباب الجامعيين اللي تخرجوا جديد. فهي الدورات نحن بنقول عنها عطول هي صقل مهارات نظرية أو مهارات عم نشوفها نحن بشكل نظري بشكل تطبيقي أكثر، وهي اسمها دورات تدريبية لأنه أصلاً كل شيء نحن قريناه، كل شيء عنا معلومات، فنحن رح نطبقه بشكل مباشر على الأطفال. فهي ما بتخص فئة معينة أو ممكن تفيد فئة معينة، لأنه هي بتفيد الكل، بتفيد الأم اللي ممكن يكون عندها حالة وممكن لا. صحيح. لأنه هي كتير ممكن تفيدنا إذا عنا زميلنا بالصف عنده هي المشكلة، فلازم علم ابني كيف يتعامل معه، علم رفقاتي إذا شافوا ولد بالطريق كيف أنا ممكن رد. أنا كأم قديش رح يكون دور كبير لما أنا وجه أطفالي على الشيء الصح. ونحن بمجتمع صار في تشاركية مثل ما ذكرتوا كتير كبيرة. صحيح. عم نشوف هدول الأطفال صاروا معنا بالمدارس العامة، عم نشوف هدول الأطفال صاروا عنا بمجالات الحياة كافة، وأنا هذا الشيء كتير بيسعدني. حتى أحياناً منفوت على دائرة حكومية أو دائرة خاصة منشوف من هدول الأشخاص، يعني تم دمجهم مع أقرانهم بهذا الموضوع. تمام، حتى لو مو مثل ما نحن منتمنى، ولكن نحن عم نشوفهم اليوم على أرض الواقع. صحيح. فقديش رح دورنا يكون كبير لما نحن نعرف نتعامل مع هدول الأشخاص. هي هون ذكرتي نقطة كتير مهمة، هي الدمج. وشفنا مشاريع كتير موجودين على أرض الواقع، يعني كان بالدوائر الحكومية، شفناهم اليوم بالمطاعم. قبل ما نروح للدورات اللي هي بالنهاية هي دورات تدريبية وتوعوية لكل حدا يخضع لهي الدورة، خلينا اليوم نفصل أكثر عن صعوبات التعلم. وقت نحن بنقول طفلي أو طفل فلان عنده صعوبات تعلم، اليوم نحن شو قاصدين بهي المصطلح؟ هلأ صعوبات التعلم للأسف صارت أحياناً تندرج تحت أي طفل مثلاً عانى من تأخر دراسي، عانى من تأخر نمائي. صعوبات التعلم في إلى مقاييس خاصة، في إلى اختبارات خاصة. فلما أنا بدي أحكم على هذا الطفل إنه هو عنده صعوبات تعلم، ولما بدي أدرب المدرب إنه هو يشتغل مع هذا الطفل، فهو مخصص ليشتغل مع فئة عندها اضطراب بمكان معين. مثل شو هذا الاضطراب بيكون؟ حسب الأنواع. هلأ نحن مثلاً في عنا صعوبات التعلم النمائية، بيكون هي متشاركة مع متلازمة نمائية. يعني العمر العقلي لا يساوي العمر الزمني، فأنا بدي درب هذا الطفل على أنه هو يشتغل هي المهارات، ولكن ضمن مراعاة العمر الزمني أو عمر العقلي اللي موجود عند هذا الطفل. أحياناً بيكون في عنا صعوبات تعلم خلينا نقول أكاديمية،
هو عنده تأخر بالقسم الأيمن أو القسم الأيسر للدماغ. نحن نعرف أنه كل قسم هو مسؤول عن مهارات معينة. صحيح. مثلاً القسم الأيسر ممكن يكون مسؤول عن التذكر، الإبداع، الحياة التخيلية. فنحن لما بنعمل هاي المقاييس نحن بنعرف وين نقطة القوة وين نقطة الضعف، فمصير بنستثمر نقطة القوة بأنه نحن نعدل فيها نقاط الضعف الموجودة عند هذا الطفل. يعني اليوم عم بيصير في كتير خلط بين عدة مفاهيم، إن كان بصعوبة التعلم أو بطء التعلم أو حتى كمان تأخر دراسياً. تمام. شو الفرق بين هدول المواضيع؟ الفرق أنه نحن عطول بدنا نميز بين أنه أنا أكون عندي صعوبات تعلم بين أنه يكون عندي نقص اكتساب، حتى أنواع نقص الاكتساب اللي هي عم بتكون أحياناً يحكم عليها بأنه هي اضطراب توحد. في عنا أنواع نقص اكتساب أولي ثانوي. فأنا بقول أنه لما نحن وعطول بتكون هادفة دوراتنا التدريبية على أنه الأهم من أني أعرف كيف بدي أتعامل مع هدول الأطفال أني أنا أعرف وين المشكلة، شخص وين المشكلة، لأنه لما أنا أمسك مثل ما بيقولوا طرف الخيط فبكون أنا عرفان حالي أو عرفاني حالي لوين رايحة. صحيح. مو المهم بس درب هذا الطفل على على هي المهارات، المهم كون مآمنة فيه، المهم كون عرفانة وين نقاط القوة والضعف، المهم كون حاطة إيدي على الوجع، المهم كون عرفانة حالي أنا لوين رايحة. فعطول أنا بقول شخص المشكلة، يمكن تكون نقص اكتساب، ممكن تكون صعوبات تعلم، ممكن تكون توحد، ممكن يكون في عنا حرمان بيئي اللي هي المشكلة اللي صارت كتير ظالمة أطفال بهذا الوقت اللي نحنا فيه، أوقات اللي نحنا قعدنا بالبيت كتير ما عاشوا الأطفال الطفولة اللي نحنا عشناها. صحيح. فنحكم عليهم أحياناً باضطرابات هي فعلاً ما أنا موجودة فيهم. صحيح. فأنا عطول بقول إنه نمسك طرف الخيط، نشخص صح ونعرف نقاط القوة والضعف، فهاي نقطة القوة اللي رح تكون عطول بأي مدرب بيطلع من دوراتنا. طيب ميسم، اليوم وقت اللي عم تذكري انه نحن نشخص المشكله، هون بدايه نجاح معالجه اي شيء بالحياه، ان كان بالتخصص النفسي وان كان على جميع الاصعده. اليوم وقت حضرتك بتخضعي لدوره معك اطفال، اليوم خلينا نحكي عن المهارات وخلينا نبسط هيك المعلومه كرمال كل حدا عم بيشوفنا اليوم. شو اهم الادوات اللي حضرتك ككوتش بتستخدميها مع الاطفال؟ نحن عطول منركز على شيء كتير مهم بجميع دوراتنا، سواء كانت دوراتنا بدمشق بمركز ملائكة الجنة، كل التحية لإدارته الأنسة دعاء عماد، أو بمركز بيسان أيضا في الجزيرة، كمان كل التحية لإدارته ماهر الجلعو. طبعا أهم شيء هو التنسيق. كيف يعني التنسيق؟ لما أنا بدي أعمل دورة تدريبية فأنا لازم أكون محضرة محاور لازم أشتغل عليها. المحاور هي أول شيء نحن بنعطيهم التشخيص، ولو أنه هي مانا من واجبات المدرب، يعني المدرب مانو أنا ككوتش ماني مضطرة أعطيه، ممكن تكون بالمرحلة الثانية اللي هي استشاري، ولكن أنا بعطيه التشخيص برجع بقول لحتى أعرف أنا كيف بدي أشتغل مع هذا الطفل. المحاور الثانية هي بتخص خلينا نقول الأنواع، الأشكال لأي اضطراب، كيف أنا بدي أعمل جلسة تدريبية. النقطة اللي ضويتي عليها حضرتك هي نقطة كتير مهمة، هي أو خلينا نقول الأهم، هي تحضير حقيبة تدريبية لكل كوتش ممكن يشتغل مع الطفل. يعني أنا بدي يكون في عندي حقيبتي الخاصة. نحن مثل ما بنعرف اليوم الأدوات والوسائل كتير منتشرين بالسوق، ولكن لما أنا بكون مشخصة مشكلة طفلي صح، ممكن أعرف إنه هذا الطفل بثيره اللون الأحمر، ممكن أعرف إنه هذا الطفل حسي، ممكن أعرف إنه هذا الطفل أكثر بيندمج بالأشياء السمعية. فأنا بعمل حقيبة تدريبية لهذا الطفل تلائم الاضطراب اللي عنده. فلكل اضطراب سواء كان صعوبات تعلم أو كان نطق أو كان خلينا نقول توحد أو إلى آخره أو نقص اكتساب، كل مدرب بده يطلع من هي الدورات بده يتعامل مع الطفل أنا ككوتش عم طبق عليه مثل ما ذكرتي هي المهارات، بده يكون كتير أنا مدقق على الحقيبة التدريبية اللي هو بده يطالع معه. طبعا. لأنه كل اضطراب بيناسبه حقيبة تدريبية وأدوات ووسائل بيناسبه للتدريب. طيب ميسم، بما أنه دخلنا بموضوع الدورات التدريبية، ذكرتي أنه في حقيبة تدريبية، شو ممكن تتضمن ومين الفئة المستهدفة من هاي الدورات التدريبية؟ ممكن يكون في عمر معين للأطفال؟
هلا نحن الدورات التدريبية منخلي المدربين أو منخلي الشباب اللي بيتخرجوا أو الصبايا يطبقوا على الأطفال. طبعا ما بنحكمهم بأي عمر كأطفال، يعني ما بنحكي عن عمر معين، عن ولكن ممكن تكون مثلا أنا عامل دورة بتخص التوحد، فأنا رح أشتغل على أطفال التوحد، تمام؟ ولكن نحن كفئة أطفال بينشغل معها هي فقط نوع الاضطراب اللي تخرجوا بشأن هدول الشباب أو الصبايا. نحن الدورة الماضية مثلا كانت هي دورة مدرب أطفال توحد، وبحب كتير كتير وجه شكر لأستاذي الكبير الأستاذ ياسر بيطار وممثل أكاديمية نابو، كان مشاركنا حفل تخريج هدول المدربين. كنا على طول عم نركز إنه أنتوا كمدربين أطفال توحد ما بيعني إنكم أنتوا بس تدربوا الطفل على المهارات اللي عم تجي قدامكم، لا أبداً، أنتوا لازم تكونوا حاطين بعين الاعتبار إنه أنتوا مدرب وأم وأب وأخ وصديق لهذا الطفل، لأنه أنتوا ما رح توقفوا على الخطة، أنتوا المفروض تدمجوا هذا الطفل ليصير عندكم طفل طبيعي وتآمنوا فيه. أهم شيء على طول أنا بذكر أي مدرب بده يطلع من هذا المجال يآمن ويحب هدول الأطفال، لأنه هدول الأطفال دائما نشوف عندهم قدرات بتميزهم عن غيرهم. صح رب العالمين يمكن أخذ شيء بهذا الطفل، ولكن عم نشوف تميز، وشفنا كتير حالات على السوشيال ميديا، حالات تميز بمثلا مادة الرياضيات، بالحساب، شفنا طفل ما بعرف إذا سمعتي فيه ساري سعود، يعني الفيس كتير ضج فيه، يعني هو طفل لا يقرأ، يعني ما دخل مدارس ولا شيء، ولكن هيك قدرة قدر انه عن طريق اليوتيوب انه يشوف يتعلم لغات، يتعلم حساب، يعني فهون دور الدعم. ولا نحكي عن الدعم، لا نحكي عن الدمج، بدنا نحكي عن التشاركيه، بدنا نحكي اليوم عن وعي الاهل. اليوم في رفض احيانا بيكون من الاهل لهذا الواقع، اكيد عم تعاني من هاي القصه. اليوم صحيح. الام هي حقها بدافع الامومه، حقها انه يعني بتحب طفل يكون طفل طبيعي. رفض الواقع قد ايه بيأثر سلبي على هذا الطفل، وقد ايه اهميه التشاركيه والدمج؟ عطول نحن مثل ما ذكرنا بنقول انه اهم شيء نتقبل هذا الطفل مثل ما انت ذكرتي او نآمن فيه. اغلب ورشات العمل اللي بنعملها او الدورات بيكون الهدف الاساسي منها مو هو اكاديمي، مو هو بس لنخرج اشخاص يشتغلوا مع هذا الطفل، ولكن ايضا انه نحن نطالع فئه واعيه وبتعرف وبتتقبل هدول الاطفال. يعني نحن بنشتغل على الجانب التوعوي بالاضافه للجانب الاكاديمي. نحن اليوم كثير بنعرف اطفال هن بمجالنا اطلق او انحصروا بزاويه وانعزلوا عن العالم بهدف انه هن عندهم مشكله واهلهم خجلوا فيهم. انا برايي الشخصي او يمكن نتيجه خبرتي بالعمل مع هدول الاطفال، انا اكتشفت انه هدول الاطفال هن اللي بيعلمونا اكثر ما نحن بدنا نعلمهم. نحن اليوم قديش هذا الطفل بيعلمنا الحب، قديش هذا الطفل بمختلف المتلازمات وبمختلف التسميات وبمختلف الاضطرابات قديش بيعلمني الصبر، صحيح، قديش بيعلمني اني انا لازم كل يوم فيه وانا عندي اصرار لأثبت للعالم أنه أنت طفل طبيعي ويمكن تكون متفوق أكثر من الطبيعي. بكل المراكز اللي نحن عم نشتغل فيهم عم بيتم تخريج أطفال وقصص نجاح فيهم، على طول يتابعونا على صفحاتنا على الفيس سواء ملائكة الجنة أو بيسان، عم بيكون في عنا قصص نجاح. قصص النجاح هي عم بتقول أو تخريج الأطفال وإدماجهم بمدارس طبيعية، حتى الأهل عم يحكوا إنه لما راحوا على المدرسة لقوا طفلهم متفوق أكثر مثل ما ذكرتي من الطفل الطبيعي. بدي أوضح إذا بتسمحي لي هون شغلة، ليش نحن أحياناً بنشوف إنه هذا الطفل عنده تفوق بأشياء معينة ولكن عنده ضعف؟ نحن هدول الأطفال المشكلة الأساسية اللي صارت عندهم هي ممكن تكون نقص أكسجين، يعني أخرت بخلايا أو بأماكن خلايا بركنجي أو المادة البيضاء، فعملت قسم من الدماغ هو أقوى من القسم الثاني.
فمنلاحظ انه في عنا اطفال مبدعين بالحساب. صحيح. منلاقي عنا اطفال عندهم ذاكرة ناسخة كتير قوية، منلاقي عنا اطفال عندهم ذاكرة بصرية كتير قوية. كتير من الاطفال اللي اشتغلنا معهم كان في عندهم احيانا حركات ايمائية عم تعطي نتائج كتير حلوة. معناتها أنا في عندي إما القسم الأيسر أو القسم الأيمن هن عم يشتغلوا فيه أكثر من القسم الثاني. فنحن وقت اللي عم نحكي عن توازن أو لما عم ندرب الطفل على التوازن عم نخليه يستغل القسم القوي بإنضاج القسم الضعيف ليصير عندنا هي حالة التوازن. طيب ميسم، يعني خلينا نوضح أكثر المؤشرات أو الدلائل اللي ممكن تظهر عند الشخص اللي عنده صعوبة بالتعلم. يعني اليوم مثلا الطفل في حال قصر بدراسته بيقولوا لك أنه الحق على المدرس، أنه ابني شاطر، ديش غلط اليوم نحط اللوم على المدرسين؟ هلا نحن اولادنا كلهم شاطرين تماما وانساتنا كلهم شاطرين، يمكن ما نعرف المشكله، ما تبين مشكله ما نقدر نشخصها. نحن على طول لما بدنا نحس انه ابننا عنده مشكله بده يكون في عنا مثل ما ذكرتي دلائل واضحه. يعني مثلا من دلائل طفل صعوبات التعلم بيكون في عنده خيال واسع، بيكون في عنده تاخر، يعني بتحسيه بيحب يلعب مع الاطفال لاقل منه عمرا. منلاحظ انه ممكن انه هو يكتب بعض الاحرف او بعض الارقام بالمقلوب، فهذا الشيء لازم نحن نركز عليه. يعني ما مجرد نحن شفنا طفل عنده تاخر دراسي او شفنا طفل عنده تاخر ببعض الشغلات يكون في عنا مشكله، لا، ممكن تكون هي مشكله تاخر عادي. ممكن هو المعلومه جديده عليه، ممكن هو مثلا ما وصلت او ما عالج بشكل صحيح. فنحن بنقول لما بنلاحظ عنا مشكله معينه الافضل انه نحن نستشير اختصاصيين او نستشير اطباء عصبيه تدلنا على مراكز ممكن انه نحن نعمل عندها هي الفحوصات. لانه مثل ما ذكرت لك الاختبار هي بتنفي لنا او بتاكد لنا وجود اضطراب او لا. قد ايه ميسم اليوم فرحه الكوتش بتكون قويه وقت اللي بشوف نتائج حلوه على الارض، وقت اللي بيكون عم خاضع اطفال لدوره تدريبيه بغض النظر عن نوع الاضطراب وشفتي نتائج حلوه، قد ايه اليوم هيك في فرحه من القلب بتكون؟ انا بتذكر بال 2011 كانوا عم بيقولوا لي شو حلمك؟ قل لهم من كثر ما انا تعذبت باخذ المعلومات صار حلمي انه وين ما رحت بالارض اعطي هي المعلومات. اول مره اعطيت فيها دوره تدريبيه قالوا لي كثير عم تعطي معلومات وعم ترجعي تشتغلي فيها. قلت لهم انا بالنسبه لي بقول انه هذا المجال هو مانو احتكار. صحيح. كل انسان بياخذ هي المعلومات بالضروره يكون في عنده انجازاته الخاصه. كتير بكون فخورة بإني اليوم أنا عم شوف ناس كانوا بدوراتي صاروا أصحاب مراكز، صاروا استشاريين مهمين، تماماً مثل وقت بحس حالي فعلاً أنا عم بزرع بذور لورود من نكهة خاصة أو بذرة إنسانية عم بتكون مزروعة بكل أرض اليوم بكل مكان. صحيح. أنا عم شوفه بالأرض عم شوف مبدعين دائماً. بنسيكي التعب، بنسيكي هذا الضغط. يعني ميسم بدنا نشكر حضورك اليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتيها، ودائما نتمنى لكم النجاح وهيك زياره ثانيه، بتمنى هيك نشوف فيديوهات لاطفال اليوم انجزوا على الارض. شكرا ميسم لحضورك. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك ميسم.